يعني أعتقد كلنا تابعنا فعلا ببالغ الحزن والأسى مقتل وإصابة المئات بسبب حريق في قاعة أفراح في نينوى في شمال العراق. والرئيس العراقي الحقيقة دعا لفتح تحقيق عاجل حول هذا الحادث المؤلم، واللي يعني احنا بندعو ربنا سبحانه وتعالى أنه يرحم ويسكن جناته كل يعني المتوفين، وربنا يا رب يقوم كل المصابين بألف صحة وسلامة. معانا على التليفون الكاتب والباحث العراقي الكبير الأستاذ كاظم ياور. أهلا بك يا أستاذ كاظم. أهلا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا. يعني قلبنا معاكم جميعا، الشعب المصري كله بكافة مؤسساته، يعني مع الشعب العراقي كاملا. رحم الله من لقى حتفه، وربنا يقوم بالسلامة كل المصابين، ده أولا. نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، أحييكم وأحيي السادة مشاهديكم الكرام. بالبداية أعزي أسرة الشهداء، وكذلك أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل للمرضى، وكل تمنيات بأن يمر العراق بسلام من هذه الأزمة التي ألم بجميع العراقيين. وأشكركم على مواساتكم لنا. طبعا مصر العربية دائما تقف مع الشعب العراقي، مع الدولة العراقية. نحن أشقاء في جميع المجالات الحياتية والإنسانية يجمعنا، وأوطاننا أوطان واحدة إن شاء الله تعالى. طبعا، ومعا دائما مهما كانت الظروف أطراح أو كانت أفراح. أستاذ كاظم، يمكن مهم عندنا أن احنا نفهم ما الذي حدث حتى أنه وصل الأمر إلى أنه الرئيس العراقي يأمر بفتح التحقيقات العاجلة. نعم، بالنسبة طبعا هذه الحدث المؤلم لم تكن الأولى أو الأخيرة تحدث في العراق ما بعد 2003، حيث أن العراق اشتهد مثل هذه الحوادث، عشرات مثل هذه الحوادث من حرق مستشفيات، وكذلك مؤسسات حكومية وأهلية، وآخرها هذه الفاجعة طبعا قبل سنتين في نينوى نفسها. حدثت هناك حادثة العبارة عندما قتل فيها تقريبا ما يقارب 100 عراقي في محافظة نينوى، وفتحت تحقيقات وتشكلت لجان. ولكن مع الأسف الشديد هناك منظومة من الفساد الإداري والمالي في الدولة العراقية، وكذلك مؤسساتنا العراقية بحاجة إلى فتح لجان تحقيقية ذات صبغة فيها تتوفر النزاهة والشفافية، وأن لا تكون الأدوات السابقة يعني عندما فتحت تحقيقات ولم تنتج أو تصل إلى نتائج ممكن الاعتماد عليها اليوم في حل هكذا إشكاليات كبيرة التي يمر بها الشعب العراقي. بصراحة أن الشعب العراقي في كل المحافظات العراقية اليوم يعني هم مشتاقون، وهم يشعرون بغضب شديد وكبير تجاه المؤسسات الحكومة العراقية نتيجة عدم حل هذه الإشكاليات التي تقع هنا وهناك، وتؤدي إلى يعني أن تسقط عشرات العراقيين بأي ذنب، يعني هكذا يسقط العراقيين دون مساءلة للجنات أو دون مساءلة لمن يكون مقصرا في تأسيس مصالح معينة كقاعات أفراح أو مطاعم أو فنادق وإلى آخره من هكذا مؤسسات. لابد أن تكون هناك مراقبة دقيقة من قبل مؤسسات الدولة العراقية على كل هذه المصالح العامة أو حتى الخاصة التي يعني يجتمع فيها
افراد عاديون او مواطنون عراقيون او حتى غير العراقيين. المهم ان يكون هناك ضوابط قانونيه يتم تطبيقها على كل المؤسسات التي لابد ان ياخذ الاذن في تاسيسها من قبل الدوائر الدوله العراقيه، وهذا الشيء فيها تقدير وفيها مسؤوليات. لابد ان تكون هذه اللجان التي دعا اليها رئاسه الجمهوريه وكذلك رئاسه الوزراء وحتى مجلس القضاء الاعلى في العراق، كل الجهات مؤسسات الدوله العراقيه مستنفره في هذه الحادثه من اجل وقوف على اسباب حقيقيه لمعالجه هذه الحادثه وان لا تتكرر في المستقبل. ولكن انا برايي الشخصي كباحث ومتتبع لكل هذه الامور التي تحدث في العراق وما حدث قبله، اذا كانت نفس الادوات نفس المؤسسات تقوم بفتح لجان تحقيقيه في هكذا امور سوف لن تؤدي الى نتائج مرضيه للشعب العراقي، لاننا جربنا هؤلاء في لجانهم السابقه ولم يكونوا محايدين ولم يكونوا مهنيين في اعمالهم. طيب استاذ كاظم، يمكن اخيرا، هل يقتصر الظن على فقط شبهة الفساد أم أنه قد يذهب الظن إلى الشبهة الجنائية أو شبهة العمد؟ طبعا بطبيعة الحال هذه المنطقة أو هذه المناسبة كانت مجرد عرس، ومدينة نينوى يعني منذ فترة تشهد هدوء أمني، والحمد لله ابتعد يعني أيادي الملوثة الآثمة داعشية عن محافظة نينوى وعن محافظات الأخرى. الحادثة لم تؤشر فيها أي جناية أو حالة ممكن أن نقول أنها كانت مدبرة أو إرهابية، بل هي كانت حالة اعتيادية ممكن تحدث هنا وهناك، ولكن هناك اسباب تقصير في امور انشائيه لهذه المصلحه او لهذه القاعه الافراح او غيرها في العراق. اذا هذه الحوادث التي وقعت مؤخرا في حرق المستشفيات وكذلك حرق بعض المؤسسات الحكوميه ووزارات الى اخرها، لم تكن هناك طابع جنائي أو إرهابي، بل كانت هي سوء وتقصير إداري وفساد مالي في هذه المؤسسات. مفهوم. أشكرك جدا جدا أستاذ كاظم ياور الكاتب والباحث العراقي، قلوبنا معاكم وبنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن تكون آخر الأخبار أو الحوادث المؤلمة في العراق الحبيب. أشكرك جدا.